تحياتي كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال، كابتن عادل مصطفى. اهلا كابتن. مبروك طبعا لنادي سموحه وهارد لك لنادي الاهلي. هنروح سريعا كده لطاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن. كان طاقم التحكيم محمد الصباحي كان حكم الميدان، كان معاه الحكم مساعد رقم 1 سامي هلهل، الحكم مساعد رقم 2 احمد نوفل، الحكم الرابع احمد صالح، كان على الفيديو كان السيد شعبان، وكان صبري شعبان. ونشوف بدايه قبل ما اخش في الحالات التحكيميه كابتن ايمن، بنتكلم في الحكم. الحكم مش بس احتساب المخالفات الفنيه، المخالفات الفنيه مرتبطه تماما يا كابتن احمد بالعقوبات الانضباطيه الاثنين، يعني بحتسب المخالفه لو باهمال ما فيش فيه بطاقه، انما لو في تهور بحتسب المخالفه وبدي فيه البطاقه. اشمعنى انا كحكم احتسب المخالفات الفنيه والعقوبات الانضباطيه عندي فيها مشكله؟ من خلال الحالات انا عندي حاله مهمه جدا جدا يا كابتن ايمن قبل ما نتكلم. انا بتكلم بشكل عام في المباراه، ان انا عندي هنا مخالفه تستوجب البطاقه الحمراء في الدقيقه 92 كانت لحسام حسن، لان حسام حسن كان عنده انذار في الدقيقه 72 يا كابتن عادل. تمام. الدقيقه 92 ارتكب مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء مع عمرو السوليه. وكان يجب اشهار البطاقه الصفراء في الحمراء في هذه الحاله. مش معنى كده ان احنا بنقول الماتش ما كانش فيه اخطاء، لا، كان فيه اخطاء وكان فيه ايجابيات وسلبيات. هنمشي واحده واحده وهنشوف الكلام اللي احنا بنقوله يا كابتن شريف كلام صح من خلال الحالات، ولا احنا بنقول كلام يعني مش مظبوط. نروح للحاله الاولى بسرعه كده ونشوف الحاله الاولى. ستوب. احنا قلنا كابتن الاتحاد الفرصه دي ليها معايير، صح؟ هل هي هتفيد الفريق اللي هو تم ارتكاب ضده الخطا ولا مش هتفيده؟ انا النهارده عندي هنا مخالفه، هرجع تاني كده، هرجع تاني هنا، كره هنا في نص الملعب يا كابتن احمد، تمام؟ ايهما افضل للنادي الاهلي في اول دقيقتين، تحتسب المخالفه والبطاقه الصفراء ولا تخلي اللعب يتواصل في هجمه مش واضحه؟ لا، البطاقه الصفراء طبعا. مظبوط؟ طبعا. نرجع تاني نشوف المخالفه، هنمشي. ستوب. فين تحت الفرصه يا كابتن؟ فين هنا عدد الازرق؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، يعني فين هنا تحت الفرصه؟ تحت الفرصه لما موجود في الثلث الهجومي انا معاك، ولكن انا كنت افضل ان هنا صباح يحتسب مخالفه ويشهر البطاقه الصفراء في هذه الحاله. ممكن يا كابتن يسيب اللاعب وبعدين يديله بطاقه صفراء في ده المفروض اللي كان يحصل. ممكن وعملها في المباراه. احنا كنا مستنيين، عملها في لقطه ثانيه، مستنيين يا كابتن احمد. بلال برافو، ممتاز، خلينا هخلي اللاعب يتواصل واللعبه تنتهي وارجع ادي البطاقه. طبعا الكلام ده ما حصلش. فبقول اللي تحت الفرصه ليها معايير، من فضلك لو سمحت طالما الفريق اللي ارتكب ضده الخطا مش هيستفيد، صفر وادي المخالفه واشهر البطاقه الصفراء، ده افضل. اللي بعده يلا خلينا نمر. شوف، دخول بتهور واضح جدا جدا جدا، انا بتكلم في معيار البطاقه الصفراء طبعا. نشوف الاعاده بتاعتها بسرعه، نشوف هل هنا الدخول بتهور هنا طبعاً. نرجع تاني بس، نرجع تاني بس. لحظه البوينت اوف كونتاكت. اوه ستوب. اقول لك حاجه، دي فيها طرد هنا. في بطاقه ممكن، انا بكلم في المعايير، صح؟ احمر. هذه بطاقه ثانيه احمر، هنمشي لان هي انا برضك هنا ايه، نزلت القدم نزلت علي على الارض فقللت شويه من قوه من قصاد الرجل. مظبوط. وبالتالي نقول هنا في حليمه هنا استوجب البطاقه، ادي بطاقه ثانيه مفقوده في المباراه. نمر، خلينا نمر. طبعا هنا احتسب مخالفه ولم يشهر بطاقة الصفراء. يلا الحالة اللي بعد كده، هنا حالة من الحالات بنقول عليها التميز للحكم المساعد في الاستلام. نرجع تاني بسرعة ونشوف لحظة موقف تسلل ولحظة اللمس سريعا، وبنشيل بالمساعد رقم هنا. نشوف كده، هنا لعبة صعبة جدا جدا جدا، هنا الحكم المساعد كان تمركزه كويس وبالتالي سمح باستمرار اللعب، وهنا الهدف هدف سليم. نمر. حالة من الحالات المهمة جدا جدا، البعض قد يعتقد ان هنا في مخالفة، ولكن بنشوف هنا، هنشوف هنا، هنا في تنافس، التنافس موجود. شوف الإعادة، التنافس موجود هنا، الكرة في تنافس، في الكرة هنا ما بين حسام حسن و
بنون وهنا حسام حسن هو اللي رايح وحاطط جسمه كابتن ايمن وبالتالي هنا يستمر الا مفيش مخالفه ركله جزاء. نمر بعد كده ونشوف الحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا برضك، بشيد بالحكم المساعد فيها والتمركز والهدف هدف سليم نتيجه التركيز من الحكم المساعد. وبنقول هنا نشوف هنا خط التسلل، هنا طبعا لعبه من الحالات الصعبه جدا ان الحكم النهارده مشى اللعبه دي كابتن، ويمكن الفار اكد معاه في القرار وهدف سليم للنادي الاهلي. سامي هلال النهارده تحركات جانبيه 10 على 10 وتركيز و10 على 10 الاثنين، احمد نوفل وسامي هلال كانوا النهارده ممتازين. نمر نروح للحاله اللي بعد كده. ايضا حاله من الحالات مهمه جدا، البعض يعتقد ان هنا في مخالفه، ولكن السؤال هنا هو لما تكون الكره النهارده انا في كره ما بين نقطه اللعب يا كابتن او التنافس في حيز اللعب. مظبوط. تمام، هنا بقول في الكره بين الكابتن عادل عبد الرحمن وكابتن عادل مصطفى، كل الاثنين عندهم فرصه لعب. انا النهارده كابتن عادل عبد الرحمن راح حاطط رجليه في حيز المساحه بتاعت الكره، الكره ما كانتش بعيده صح، وبالتالي لما حطيت رجليا عشان خاطر احتفظ بكورتي، وهنا شوف هنا ديانج هنا حط رجليه عشان الكره تبقى قدامه مش بعيده، وبالتالي هنا مسموح بيه ومشروع بيه، وهنا مفيش مخالفه على اليو ديانج. نمر الحاله بعد كده. طبعا هنا انذار ايمن اشرف وله انذار هنا للتهور، وهنا ده الانذار تمام، ونشوف الالعاب اللي جايه والمعيار في العقوبات الانضباطيه. صباح هنا اشهر والبطاقه صحيحه لايمن اشرف في هذه الحاله. تمام، حالتين مهمين جدا هربط بيهم بقى كابتن ايمن اللي هم اللي احنا بنتكلمنا فيهم في بدايه الحلقه، وقلنا هذه الحاله هنا في بطاقه صفراء لمين؟ حسام حسن في دقيقه كام؟ 72 تمام؟ مظبوط، البطاقه صفراء حتى لو كانت صحيحه مش صحيحه هنا في بطاقه صفراء، هذا اللاعب يحمل البطاقه الصفراء. ايوه نروح لدقيقه 92 خلاص، هنا في بطاقه صفراء للدقيقه في دقيقه 72. نيجي في اللعبه ديت دي في دقيقه 92، انا ماليش علاقه بالوقت صح. مر بيا او ما ان انا امشي او انا لا، هشوف الحاله دي يا كابتن هل تستوجب البطاقه الثانيه ولا يعني ما تستوجبش. شوف داخل على رجلي هنا عمرو السوليه لعب الكوره خرجت، شوف هنا السترزات رايحه فين؟ ايوه على رجل انكر رجله بالضبط على رجل السوليه. طبقا للقانون خطا بتهور يستوجب البطاقه الثانيه والكارت الاحمر. دي في الدقيقه كام؟ 92. انا مش برب بقى ان هو جاب هدف في الدقيقه 94 ولا حاجه، ولكن احنا بنقول ايه؟ طالما معيارك في البطاقات لابد ان يكون واحد يا كابتن ايمن. صحيح. انما انا شايف ان هنا كان هناك بطاقه مفقوده، بطاقه حمراء مفقوده لحسام حسن في الدقيقه 92 نتيجه التهور، ودي يمكن كل الحالات اللي عندنا في هذه المباراه. نتمنى يعني قبل الهدف مباشره كان حسام حسن يستحق الطرد. المفروض. وانا مش بجيب كلام من عندي، انا عندي صوره بشتغل على صوره كابتن عادل. صح. بشتغل على صوره. وهو ده القانون اللي احنا بنتكلم فيه، مش بنجامل حد. ولكن انت اشهرت البطاقه الصفراء في دقيقه 72، 92 اللاعب استحق البطاقه الحمراء لم تشهر، وبالتالي مش عايز اقول اثرت، ولكن اللاعب ده سجل هدف في الدقيقه 94. كل دي الحالات اللي موجوده عندنا، اتمنى المعيار في اشهار البطاقات الصفراء او الحمراء يكون واحد على الفريقين. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس خبرنا التحكيم.